عسلمة ومرحبا. أهلا وسهلا. تعرفوا عليك؟ محمد من سوريا. مرحبا مرحبا بك محمد. محمد قلت لي سوري مقيم بأوروبا. بألمانيا. جيت سياحة تونس. جاي سياحة تونس من 4 أيام، وكل فترة ناخد إجازة من الشغل وعشان أجواء العيد ورمضان وكذا، فحبيت أجي لتونس وأشوف الأجواء كيف عاملة عشان نشتاق للأجواء العربية. شنو رأيك في الأجواء في تونس؟ أنا متفاجئ كثير، عشان إحنا عنا بأوروبا الوضع يختلف، يعني النظام والعمل وضغط العمل وهالأمور هاي، الناس كلها تدخل بيوتها بكير، يعني 6-7 المساء يكون هاد، وأنا هلأ فرحان كثير إنه لحد لهذا الوقت وأنا لساتني بالشارع وأشوف الناس وأصورهم وأصور لهذا، فرحان بالعيد، فرحان بالرمضان بين أهلي وناسي العرب. أول مرة جيت تونس ولا جيت قبل؟ أول مرة. ليش اخترت تونس المرة هذه كوجهة سياحية؟ عشان أول شيء أنا كثير أسمع عنه، هو والمغرب نسمع عنهم إنه هم بلد سياحي، يعني بلدان سياحية تستقطب السياح، وثاني شيء عشان الجو الحرارة شوي زايدة عن أوروبا. طقس حلو في تونس. أنا تفاجأت، أنا من شوية بدلت ثيابي، اشتريت ثياب صيفية عشان أنا جاي بثياب شتوية. وثالث شيء بلد أفريقي يختلف عننا إحنا الأسيويين شوية، عشان أشوف الثقافة الأفريقية كيف عاملة كعرب مش كأفارقة من جنوب أفريقيا. عملت بحث قبل ما تجي لتونس وإلا فقط سمعت إنها يعني تقصح لو فيها أجواء؟ بصراحة عملت بحث، هو ببالي من سنتين بس شوية كانت الأوضاع مش، عملت بحث مش كانت منيحة الأوضاع، فأجلتها لهذه السنة، وعملت بحث كثير من اليوتيوب من التيك توك من وسائل التواصل الاجتماعي وكله يمدح وهذا، وفي مخطط في بالي الحمامات سوسة وعدة مناطق حابب روح زورهم كمان يعني بالعيد إن شاء الله. شنو سوسة وكذا وهذه المناطق هاي؟ عندك أصحابك من تونس ولا؟ للأسف لا، للأسف. جيت وحدك لتونس؟ وحدي جيت لتونس. جيت لوحدي واربع ايام نقضيهم بالعاصمه، وعشان بالعيد نحب نمشي حمامات سوسه صفاقس وهذه المناطق. كيفاش تعديوا الاربع ايام في تونس؟ عفوا، كيفاش تعديوا اربع ايام في تونس؟ 400. لا ما فهمتش السؤال، عفوا. انت عندك 4 أيام في تونس. كيفاش كانوا الاربع ايام؟ بما انه رمضان يعني، فهو الوضع انه شويه بالنهار يكون هادئ، واستغل الفرصه بالليل عشان الاجواء حلوه والناس والكثر، وكل يوم عندي خطه جديده. من شويه كان عندي خطه اني اشوف شارع الحبيب بورقيبه وشفته ذهاب واياب، وضيعت وقت 5 ساعات في هذا، واجرب الاكل الشعبي التونسي. شنو نوعيه الاكل اللي كليته؟ جربت الكسكسي والحوت، تقولون عنه السمك احنا نقول عنه الحوت، والمعكرونة والأجواء هاي طيب لذيذ جدا عجبني. طبعا الأكل الشامي شنو اللي يختلف؟ البهارات شوية، هين حر زيادة شوي يعطي حر أكثر. وانتم نورمال مو في سوريا ما تاكلوش برشا حار؟ كمان برشا حار، بس نجرب ونشوف شو كل شيء جديد، نحب نجرب، نحب نشتري الحلويات كذا، وكثير مستمتع ومتحمس لأجواء العيد كيف راح تكون. كيفاش تكون الرحلة وانت وحيد؟ معناها كيفاش تكون التجربة؟ الصراحة زوجتي، أنا ألمانية، زوجتي ألمانية وأطفالي ألمان، فهي الرحلة هي عبارة عن تجربة، والمرة القادمة إن شاء الله إذا أشوف الوضع كله تمام ومناسب، زوجتي وأطفالي المرة القادمة راح يكونوا بالخطة الجديدة إن شاء الله بالرحلة. ربي، قديش عندك مقيم توا في ألمانيا؟ 15 سنة. 15 سنة. ما تمشيش لسوريا؟ بالوقت الحالي لا. بالوقت الحالي لا. آخر مرة زرت سوريا وقت إيش؟ 10 سنين. 10 سنين. الأوضاع في سوريا تحكي لنا شوية؟ ما نحبش نحكي كثير بالسياسة، بس الحمد لله الوقت الحالي نقول منيح، الحمد لله جاي يشتغل منيح الحمد لله بالوقت الحالي. أوضاع الاقتصادية شوية صعبة على الناس، بس شوية شوية
يتحسن الوضع الحمد لله. قلت لي في الفترة معناها في المستقبل باش تجيب زوجتك وصغارك؟ السنة القادمة إن شاء الله بالخطة. أنا وزوجتي شوية كانت متخوفة من الأوضاع شوية، من تسمع من الأخبار. السنة الماضية كان شوية يعني الوضع الأمني، بس أنا جايب وخابرها بالتليفون، قلها كل الأمور تمام وزوينة وكذا. في تونس كل الأمور تمام الحمد لله، شفت بعيني الله الحمد لله، بنسمع الأخبار. بيهم هم شنو يعرفوا على تونس يعني؟ ما جاوهش قبل؟ لا 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 أبدا، زرنا دبي، لبنان، الأردن، والخطة القادمة إن شاء الله هي تونس والمغرب كمان. المغرب إن شاء الله. فما دولة أخرى تحب تزورها بخلاف تونس والمغرب؟ دول عربية تغسل. أحب أشوف لسه في بالي الخليج، سلطنة عمان كذا، هل دول خليجية، قطر يعني، بس نحب نشوف بالأول البلاد الأفريقية عشان أشوف الثقافات المختلفة عني. غالبا كيفاش تكون العلاقة ما بين رجل عربي وامرأة أجنبية؟ تحتاج عقل منفتح، تحتاج صبر في البدايات عشان الثقافات جدا مختلفة، سالب وموجب، فالموضوع يحتاج شوية تنازلات من الطرفين عشان الوضع يمشي كبداية. ولما نسين التفاهم والحب هو الأساس، طبعا الأساس هو أساس الأساس، وتمشي شوية شوية الحمد لله. بس واحد من الطرفين لازم ما يتشبث بثقافته 100% عشان تمشي الدنيا، عشان لو أعيش كشرقي ما يمشي معها، وعشان لو تعيش هي كغربية 100% أو ما يمشيش معي. لازم يصير تناسب، والحب يمحي كل العواقب. حتى فما اختلافات في الأديان، في العادات والتقاليد، كل 100% عقليات، كل 100% التحرر المرأة مساواة بالرجل وأكثر شوية كمان، مش بسويته هي لحتى، والحقوق والواجبات. بس المرأة الأجنبية تتحمل مسؤوليتها 100% برضو، في تخدم، تصرف على البيت كذا، وما فيش فرق، ما فيش فرق، بس الفروقات هي بالثقافات والعادات والتقاليد. هم شوية مش متمسكين بالعادات والتقاليد، هم يعملوا ما يحلالهم. قد ايش تبقى في تونس؟ 10 أيام الرحلة بعد العيد. 10 أيام كافين انك تتعرف على البلاد؟ مبدئيا كافين، ووضعي انا بوضع الشغل احتاج ارجع لبلد المانيا. مرحبا بك مرة اخرى في تونس. نخلي لك الكلمة الاخيرة، كلمة الختام، شنو تحب تقول؟ نتمنى لكم الصحة، نتمنى لكم الامان، عشان احنا عدت فترة افتقدنا الامان. وننصحكم نصيحة، حاولوا تحافظوا على بلدكم، مش تنجروا وراء أحسن أقول كلمة أخيرة إذا يسمح لي، الخطابات الدينية هاي تدمر البلد. يعطيك صحة.